الغزاوي للغاتسية، وكل واحد الآن بيعمل هناك مباراة بروحه في الديوانية. كرة على مقصيد، شايت أول كرة عرضوية بعيد نواف الخالدي، بعيد نواف الخالدي. أنا أحب أن أرحب بكل الأخوة المشاهدين اللي يتابعونا عبر الثالثة الرياضية، وهذه تسديدة علي مقصيد الأولى للعربي، وقبلها يعني خلال الخمس دقائق كان الأكثر وصول الغاتسية لمرمى إشهاب كنكوني. بتهمة كثير، كرة ملعوبة على العموم للعربي. زينو موسوي حصلها، حمد اشراق بيسلم الموسوي، شايت الموسوي بعيد، نواف الخالدي ثنائية حمد اشراق الى حسين الموسوي، لكن الجسور موجود في مرمى القادسية. حتى الاعلاميين تجد لقاء العربي والقادسية في كلام اخر، كلام اخر. شمالي يقطعها من امام بدر، تلعب امير سعيود ما بان حتى الان للعربي، بدر مطوع ما بان للغاتسية، امير سعيود شايط وخطه، الجزائري بيرد علي انا، الجزائري بيرد علي انا، يقول لا يا حامد انا موجود، لا تقول مو موجود، لكن ابي فرصه واتكلم على وجوده هو وبدر، لان هم لهم وزنهم في الفريقين، وايضا هم من يمتعون الجمهور. الجسور ما قصر، نواف الخالدي شوف شوف شوف، تسديدة قوية 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 بصدره، ياخذها نواف الخالدي ويتابعها وإشراق زينو، وشوف شوف 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 أمير سعيود الجزائري، شوف لما لعبها قوية وما قدر عليها نواف الخالدي إلا في المرة الثانية قبل ما توصل إشراق وزينو. شوف المتابعة، إنما أيضا للمرة الثانية نواف الخالدي بيشيلها في الوقت المناسب، ونحط صح النواف الخالدي اللي يقول له بالسلامة إن شاء الله بالسلامة. نواف الخالدي حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي الغادسية، واحد من الحراس الحقيقة اللي تألقوا في المواسم الأخيرة على حراس الفضلي، والتوفيق إن شاء الله لكل لاعب العربي والغادسية اليوم في هذا اللقاء، لان هناك مشاهده ان شاء الله للمشاهد. وهذه كره محمد اشراق بيفوتها، الموسوي الموسوي الموسوي، شايت الله الله يا الموسوي، او الله يا نواف الخالدي، نما فيها صفاره من ناصر العنزي، فيها صفاره من ناصر العنزي. شوف الكره، اوه قويه قويه ملعوبه من يعني الموسوي، شويت للمرة الثانية، شايف شوف تسديدة قوية، ونواف الخالدي المبدع والمتألق، نواف الخالدي المبدع والمتألق حقيقة في كرتين من أمير سعيود ومن حسين الموسوي. شايف كذا على صدره بيشوت، لكن فعل لعبها كرة في النص تلعب وتوصل ملعوبة خطرة، جول الله، يسيلها حارس المرمى نواف الخالدي، كرة قوية، كرة قوية الحديدي على طول من الموسوي. وهذا بالفعل بالفعل السيد الحديدي حكى المباراة علي محمود من الحكام، بينفذ 32 من 32 طبعا، اللي هو عبد العزيز السليمي، السليمي لعبها عند حارس المرمى نواف الخالدي، نواف الخالدي اعتقد ان حوالي معاه في الهجوم، لعبها ناحية اليسار على طول الفارسية تعود وبشوت وبشوت، يا سلام نواف الخالدي، تسديدة قوية على مسافة أكثر من حوالي 60 عبد العزيز السليمي، عبد العزيز السليمي الحقيقة بيسدد كرة قوية، عبد العزيز السليمي شوف شوف الإعادة، شوف الإعادة وشوف نواف الخالدي، شوف نواف الخالدي. إذا اليوم هذا السليمي، عبد العزيز السليمي يرسل لك كرة قوية، توصل كرة بالعبة للعربي مرة ثانية وغريبة على طول، لعبات يا سلام، لاعب ماشي ناحية اليسار اللي هو العربي عبد العزيز السليمي، توصل مرة ثانية وتلعب وتتحول ناحية ثلاثة اللي هو فهد فرحان، فهد فرحان بيرسلها، فهد فرحان كرة يبعدها دفاع القادسية،
اللعب وتوصل مرة ثانية خطرة للعربي تعود إلى مقصيد لعبها مرة ثانية توصل إلى العربي. كرة بيحاول يمر وبيرسلها كرة في عرض الملعب ولكن عند حارس المرمى نواف الخالدي. نواف الخالدي طويل وعلى طول بيرسلها على طول في فاول على الحديدة اللاعب مساعد ندى في فاول على مساعد ندى للعربي اشترك مع فهد الرشيدي وهذا مساعد ندى لعبات حارس المرمى نواف الخالدي وناط مع الحقيقة المدافع على طول وحارس المرمى تعرض إلى إصابة. الثانية العربي لعبها مغصيد كرة معاه ومغصيد يرسلها وبالرأس وبالإيد وما داشة خلاص سحر بوداود أمام مرمى فريق العربي القاسية نواف الخالدي ثلاث تسديدات على ثلاث مستويات وبالتالي طبعا كرة الحقيقة فرصة كانت للعربي. شوف الإعادة لعبها مغصيد هذه مغصيد وشالها براسه لعبها على طول سيد عدنان لعبها ولكن بترجع مرة ثانية وبتوصل تسديدة للوزو. هذه مرة ثانية إعادة وشكرا وبالرأس وبتعدي ما عدت أبدا احتارت عند مرمى القادسية والمباراة تبقى هدف للقادسية لا شيء للعربي والهدف سجل الحديدة في الدقيقة 18 لعمر السوق. حلوة واحلى من خالدي الخالدي نواف شوف كرة والرأسية ايضا من رجع رافع ولكن نواف الخالدي كرة اللعب واحد اربع وهذه خطره محمد شوف هذا الفرصه ضيع على العربي. برافو نواف الخالدي على طول يطلع ويشيل الكره الى اول ركنيه من عوبه وفي صفاره فاول لصالح حارس مرمى الغاتيه. الركنيه الاولى كانت ايضا في دقيقه نقول 13 من عمر شوطمر. شوف فراس لما ارسلها بشكل حلو حقيقه فراس لمحمد اشراق وحاول يلعبها من فوق رجعت اليمين هذه كره وطيران من نواف الخالدي من امام محمد اشراق شوف فراس حقيقه الاثنين متفاهمين اذا تكلمت عنهم متفاهمين فعلا شوف لعبها على طول لكن برافو ايضا نواف الخالدي صاحي مالك علي مالك القلاب نواف الخالدي عدها على طول وينظف منطقة الستة والثمنتاش والثالثة والرابعة للعربي الخامسة للقادسية والسادسة للعربي والسابعة للعربي وهذه كرة ملعوبة عظم الجول الآن فاول حلوة ملعوبة والعربي بدأ شوية يضغط أكثر شوف فراس لما لعبها قوية وتضرب في العارضة وتضيع أول فرصة في الشوط الثاني. شوف تسديدة فراس شوف التسديدة الأولى وشوف الفاول على فراس التسديدة الأولى احنا ما الخالدي اللي شال نقول الخالدي وليس العارضة الخالدي برافو أيضا في أول فرصة للعربي دقيقة أربعة محمد اشراق شايف وبرافو خالدي حلوه منيشن على الزاويه اليمين محمد اشراق لكن ايضا نواف الخالدي صاحي للكره شوف غير لها نواف الخالدي ويشيل كره
محمد شراغي خالد احمد خلاف ينطلق وهو الجول وين راح يلعبها وبعيد حارس المرمى نواف الخالدي. مجهود فردي طيب ليه خالد احمد خلف ما بينه وما بين محمد شراغ. شوف 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 مر من مدافع القادسية ووصل لمرمى القادسية لكن التوقيت مناسب من نواف الخالدي الحقيقة اللي شوف 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 مرور الحقيقة موفق مرور سليم جدا وحاول يلعبها العرضية نمر صح كل خلها لطلال خلفان شراغ يلعب الركنية يشيلها نواف الخالدي بتوقيت مناسب جدا لكاس سمو ولي العهد حفظه الله. كرة ملعوبة طويلة بعيد نواف الخالدي يقولها خلاص انت عندي الكرة هذه بأمان ودفاع امام يوسف ثويني يطول كرة طويلة امامية تتهيأ هذه ممكن احطها بالجول ترجع مرة ثانية 40 الان انذار على طلال خلفان.